السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة جديدة من مساحة للرأي. على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال وضع مزيد من الحوافز الجاذبة في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة. ويأتي منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته سفارة مصر في بكين من خلال جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وبناء على ذلك احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار. على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية من خلال العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية بفرص واعدة وأكثر جذبا للمستثمرين حول العالم. محور حلقتنا اليوم مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة حنان رمسيس تدرس، عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية والخبيرة الاقتصادية. بنرحب بحضرتك في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا يا فندم. لكن اسمح لنا، هناك تقرير أعده الزملاء في أسرة الإعداد حول هذا الموضوع، ثم نعود بعد هذا التقرير لنبدأ حوارنا مع ضيفتنا في الاستوديو. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات، احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا كأكبر دولة مستقبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022. جاء ذلك من خلال منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته سفارة مصر ببكين، وأسفرت مناقشاته عن العديد من التوصيات، منها انعقاده بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، والتوسع في استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس، والبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة اتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول، وغيرها من القرارات في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. شارك في المنتدى، وهو الثالث من نوعه، أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال، وتم عرض الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية كصناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال. كما نجحت الجهود المستمرة لقناة السويس في جذب العديد من جذب المزيد من الناس في السنوات الأخيرة، احتلت مصر المرتبة الأولى في المشجعات للاستثمار المستقبلة من الاتفاقية المتطورة الأجنبية المباشرة في عام 2022، مشجعة الشركات الصينية على زيادة الأعمال والاستثمار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة حنان رمسيس تدرس، عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية والخبيرة الاقتصادية. أستاذة حنان، بنرحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا يا فندم. هناك شهادات في الحقيقة من جهات دولية وتقارير دولية بتتحدث عن أن مصر أصبحت وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. في تقديرك، كيف تؤثر هذه الشهادات في قوة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية؟ طبعا دي شهادة حق بتكلم عن الاقتصاد المصري النامي الواعد اللي بيحاول في الفترة القادمة اقتناص كل الفرص قدامه من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة، من خلال البيئة البنية التحتية، من خلال كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات، قوانين وتشريعات يعني تحسين في بيئة الاستثمار، اكتزاب استثمارات أجنبية، استخدام كافة المحاور زي المناطق الحرة المتواجدة على مختلف محافظات مصر،
تهيئتها تهيئة كاملة للتبادل التجاري وكمان الصناعات المكملة أو الصناعات اللي بتبقى بتعتمد على خطوات الإنتاج. كل ده بيساعد أن الدولة بتبقى ليها حصة من الاستثمارات سواء العربية أو العالمية، وده بيترجم في قوة اقتصاد مصر بإذن الله اللي هو يعني هيقدر يواجه كل التحديات وخصوصا المنافسة المتواجدة حول العالم إن شاء الله. حضرتك اتكلمت عن القانون، يعني القوانين، هناك في الفترة الماضية قوانين كثيرة جدا صدرت لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز حتى القطاع الخاص المصري. في تقديرك أهمية إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس للشركات في تحفيز القطاع الخاص المصري تحديدا، لأنه له دور كبير في الحقيقة في تنمية الاقتصاد؟ طبعا ما نقدرش ننكر القطاع الخاص كان له فترة من الزمن كان بيعاني من سطوة الدولة على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وده اللي دعا الدولة في الفترة الأخيرة إلى يعني إطلاق وثيقة ملكية الدولة للتخارج من بعض الأنشطة، وإتاحت الفرصة للقطاع الخاص من خلال فرض ضرائب على القطاعات الحكومية ومعاملة القطاعات الخاصة أو المشروعات الفردية أو القطاع الخاص معاملة ضريبية فيها نوع من المرونة. في طبعا العديد من الإعفاءات الضريبية وفي إعفاء استثمارية لمدة 5 سنوات للشركات اللي تقيد في السجل التجاري، وفي كمان استثمارات تتعلق بالأراضي اللي هتبني عليها المصانع، عمليات الصناعات التكميلية، الصناعات اللي بيعتمد على منتج بيكون يستورد من الخارج ثم يعاد تصديره مرة أخرى بيعفى من الضريبة إلا ضريبة القيمة المضافة. ففي بعض التشريعات الجيدة اللي ابتدت إن هي تدخل حيز التنفيذ للاهتمام بملف التجارة والصناعة والاهتمام بملف التصدير، فده طبعا بيهيئ البيئة التشريعية أن هي تكون في خدمة الاقتصاد لما يسعى إليه من نمو وازدهار. تمام. لكن برضو أيضا بالإضافة إلى القوانين وقانون الاستثمار الجديد وإجراءات كثيرة جدا، هناك إجراءات على أرض الواقع مثلا زي الرخصة الذهبية، زي الشباك الواحد، يعني هل وصلنا إلى هذه يعني إلى هذا المستوى الذي نتساوى فيه مع الدول اللي هي بيبقى عندها جذب بشكل عالي للاستثمار الأجنبي زي مثلا الإمارات العربية ودول عربية شقيقة؟ هل هذه الإجراءات زي الرخصة الذهبية والشباك الواحد بالفعل وصلت إلى المرحلة المأمولة ولا يمكن نحتاج إجراءات أخرى؟ هي يعني في مرحلة مبدئية جيدة وبتسعى إلى أن تكون أكثر امتيازا من هذا، وفي طبعا إجراء بتتخذه الغرفة التجارية عادة أن هي تجتمع برجال الأعمال أي كانت جنسيتهم للوقوف على المشاكل اللي بتعيق حركة الاستثمار لحلها، ويعني يبقى خلاص بقى شارع بالنسبة لهم أن هو يبقى فيش الإجراءات المعيقة لهذا الاستثمار. طبعا موضوع الشباك الواحد من الإجراءات الجيدة بتتعرف فعلا تدخل حيز تنفيذ، العديد من المستثمرين شكر فيه الفترة الحالية، شايفين ان في اقتصار للأوراق اللي بتبقى مطلوبة، طبعا ده بيخفض من البيروقراطية وكمان في اقتصار كمان للإجراءات اللي بتتخذ. تمام. طيب اسمح لنا حضرتك نسترسل في هذا الموضوع لكن بعد فاصل، ثم نعود في هذه الحلقة من مساحة للراديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة حنان رمسيس تدرس، عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية والخبيرة الاقتصادية. أستاذة حنان، هناك تطوير كبير جدا فيما يتعلق بالحوكمة والتحول إلى التحول الرقمي والشمول المالي، إجراءات كثيرة جدا، هل في تقديرك انعكست هذه الإجراءات خصوصا التحول الرقمي على فكرة جذب الاستثمارات الأجنبية؟ لأن التعامل برا في الدول الكبيرة بيعتمد بشكل كبير على الرقمنة. تمام. في مصر برضو ابتدت بعد تهيئة البنية التحتية التكنولوجية في العديد من القطاعات ابتدى فعلا ان انت تستخرج معظم الترخيص عن طريق الموبايل ابليكيشن او التطبيقات المتواجدة على الجوال الخاص بيك، فده بيسهل طبعا في الاجراءات وبيبقى بيدي للمتعامل العلم ايه الاوراق المطلوبة، حتى لو راح مكان عشان خاطر يستخرج هذه الاوراق بيختصر في الوقت وبيختصر في الاجراءات. طبعا على كمان الذكر في طبعا
طبقا للتقنيه التكنولوجيه ابتدت كل الفرص الاستثماريه تبقى موجوده على بوابات الاستثمار المتواجده على الانترنت، فانت بسهوله بتعرف انت عايز تستثمر في اي قطاع وبتبحث الفرص المتواجده في هذا القطاع طبقا لما اعلنت عنه وزاره التجاره الخارجيه، وتبتدي ان انت تتواصل مع الجهه المسؤوله وتبتدي عن طريق المراسلات الالكترونيه تحدد اهدافك وتحدد امكانياتك ومده الاستثمار والاتاحات المتواجده، حتى بتعرف القوانين المنظمه لهذا النشاط والحوافز المكمله ليه، فبتبقى الموضوع اكثر سهوله. وانت بتتشبه طبعا دلوقتي بالعديد من الدول العربيه اللي كل حاجه بتتم على طريق الجوال بكبسه زر. تمام. من ضمن ايضا العناصر المهمه في مساله التمويل البورصه المصريه من البورصات الناشئه، وتبوأت مراكز متقدمه فيما يتعلق بالبورصات الناشئه كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، يعني في تقديرك وحك طبعا عندك خبرة فيما يتعلق بالبورصة، كيف يمكن أن تكون البورصة عامل جذب للمستثمر الأجنبي خصوصا الشركات المصرية قيمتها السوقية قيمة جاذبة بشكل كبير جدا للمستثمرين الأجانب؟ طبعا لازم ننوه ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة هي قيمة متدنية، اما اصولها فاصول عالية للغاية وبتمتلك يعني حصة من الاصول لا تقدر بثمن. طبعا احنا شفنا في الفترة اللي فاتت اعلنت الدولة عن وثيقة ملكية والتخارج في العديد من القطاعات، ولن يتم التخارج الا من خلال سوق الاوراق المالية، ولن يتم دخول استثمارات الا من خلال سوق الاوراق المالية. لك ان تعلم ان المتعامل الاجنبي لما بيدخل في نشاط داخل اي دولة بيسأل على نظم تداول داخل الدولة وهل توجد لديها بورصة لسهولة الخروج قبل سهولة الدخول، لأنه في بعض الدول بيقدر ان هو يدخل باستثماراته ولكن لما بيحولها الى ارباح ويحاول يخرج بيها بتبقى من الصعب جدا بل انها بتضيع عليه. ولكن عندنا في مصر الحمد لله عندنا بورصة من البورصات الناشئة القوية المتواجدة في المنطقة، بل لها سمعة عالميا لانها كانت تتبوأ اماكن يعني مرتفعة جدا في السنوات السابقة، هي الان تحاول ان تعاود يعني تواجدها على الساحة العالمية. طبعا شفنا العديد من صفقات الاستحواذ في الفترة السابقة سواء مع مستثمرين من الخليج او مستثمرين عالميين، ودخلوا في العديد من الاسهم وصفقات ناجحة. هذه الصفقات اوصفها انها نقلة في تاريخ البورصة المصرية في تاريخ الشركات المتواجدة، لانها بتضيف دماء جديدة، بتضيف سيولة جديدة، بتضيف افكار جديدة، بتضيف تدريب لعمالة وتوجيه لأنشطة جديدة وتفتح أسواق جديدة، وبتعرف كمان العالم بالفرص الاستثمارية المتواجدة داخل مصر. تمام. من ضمن الأحداث الاقتصادية المهمة في الفترة الماضية اللي يمكن هزت السوق الاقتصادي مسألة انضمام مصر للبريكس، والبريكس يعني بيضم دول غزيرة الانتاج زي الهند وزي الصين زي روسيا زي جنوب افريقيا وايضا البرازيل، دول ناجحة في حقيقة الامر. يعني فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية يا استاذة حنان، ماذا سيضيف البريكس الى السوق الاقتصادي المصري؟ هيضيف لمصر العديد من المزايا الاقتصادية، منها ان هو يرفع سطوة الدولار عن الجنيه المصري، حتى ان البنك المركزي استحدث يعني وسيلة لقياس قوة الجنيه مقابل سلة العملات عن طريق التخلي عن يعني مقارنته بالدولار. طبعا شفنا في الوقت الحالي ان تبعا الاخبار الاقتصادية الواردة عن التبادلات التجارية بالعملات المحلية، وهتكون العملة المحلية هي العملة الاساسية ولن يلتفت الى انشاء يعني عملة موحدة إلا بعد وقت من الزمن، فده بيفتح أفاق جديدة وأسواق جديدة، وفيه هيبقى التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء، وهيبقى فيه كمان تبادل في الخبرات، تبادل في العمالة، تبادل في الثقافة، تبادل سياسي اقتصادي عسكري، فهيبقى له مردود إيجابي على الدول المشاركة في هذا التكتل الاقتصادي اللي هيغير موازين القوة في العالم، وهيوجه الانتباه إلى أن في إمكانيات متواجدة في هذه الدول، وحتى يتسنى لك أن تتبادل التجارة معهم عليك حلين، يا إما تتعاون معهم أو لا تعاديهم، وده طبعا هيبقى سياسة يعني تحظى بها كل الدول، وهنشوف طبعا أثرها الإيجابي على مصر، إنها طبعا مش كل الدول سمح ليها للتواجد في تجمع البريكس، في دول رفض انضمامها إلى هذا التجمع. يعني أجل قبول عضويتها يعني. وفي دول يعني وفي مصر دعيت لهذا التجمع، وكانت شاركت في بنك التنمية بوقت سابق، وطبعا في تعاونات ما بين بنك التنمية للنواحي التنموية المتواجدة داخل مصر.
مصر. وكنت عايزه برضو الفت انتباه يعني المشاهد الى ان تجمع البريكس له ادوار اقتصاديه وله كمان دور في الامن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والسياسي في العديد من الدول. وشفنا قد ايه كانت يعني هذه الدول بتدعم الدول اكثر فقرا وكانت بتدور على يعني تحقيق لها المصلحه العامه والتحول الاقتصادي للقدره على الثبات وسط الانهيارات الاقتصاديه المتواجده حول العالم في ظل ازمه كورونا وبعدها الازمه الروسيه الاوكرانيه. تمام. يعني عندنا تقرير اعده الزملاء في اسره الاعداد عن اراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين. نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقه من مساحه للراي. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع، حيث كتبت هند مختار أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من الفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتدليل العديد من المعوقات. وفي الوفد أشار الدكتور محمد عبد الحميد بمجلس النواب إلى أن احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الاستثمارات بمثابة إنجاز كبير حققته الدولة، لسيما أن هذا الإنجاز غير المسبوق يرجع إلى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بإعطاء أولوية قصوى للتعاون بين مصر ودول القارة السمراء، مؤكدا أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والإفريقية والدولية. أما في صدى البلد، ترى ياسمين القصاص أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود للنهوض بملف الاستثمار بشكل كبير، حيث إن الاستثمارات هي قاطرة العبور إلى المستقبل، وسعت إلى تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي. ونختتم جولتنا من جريدة الجمهورية، حيث أشارت إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرا، وهو ما تؤكده دوما المؤسسات الدولية التي أشارت إلى القوة التي يمتلكها الاقتصاد المصري. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم مساحة للرأي مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة حنان رمسيس تدرس، عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية والخبيرة الاقتصادية. أيضا فيما يتعلق بالبريكس يا أستاذة حنان، هناك أفكار مستقبلية يعني عند مجموعة البريكس يمكن طرحت في مؤتمرهم، وهي مثلا توحيد البورصات الخاصة بدول بريكس، وفي هذه الحالة بتصبح الشركات اللي حضرتك ذكرتيها أن قيمتها السوقية أقل بكثير جدا من المفترض، يعني إذا دخلت هذه البورصة أو توحدت هذه البورصات أو ارتبطت بشكل أو بآخر، فتصبح الشركات المصرية مطروحة من خلال هذه الدول. في هذه الحالة في تقديرك، هل من الممكن أن يحدث هذا طفرة في قيمة الشركات المصرية اللي هي فعلا مقيمة بقيمة أقل من قيمتها، ومسألة أيضا جذب الاستثمارات وإنشاء شركات جديدة في مصر؟ طبعا هيأثر بالإيجاب على التداولات في البورصة المصرية، لأن الأسهم هتتنقل من مرحلة المحلية إلى العالمية عن طريق التعاون ما بين المقاصة في مصر. وعلى فكرة المقاصة في مصر المقاصات الرائدة القوية جدا، بتقدر أن هي تتعاون مع كل مقاصات دول العالم، حتى أن المقاصة كانت بتتصدر دول شرق أسيا في يعني الجوائز اللي بتحصل عليها، لأنها من المقاصات القديمة اللي بتقدر أن هي تتعامل مع كل الإجراءات والقوانين بمنتهى السلاسة والسهولة. موضوع التعاون في القيد في خارج مصر ده هيبقى مطروح على مائدة المفاوضات، وشايفين في الفترة القادمة ده هيساعد الاقتصاد المصري على الترويج الجيد للشركات المتواجدة داخل مصر، لأن هيبقى تداول عليها مش داخل البورصة المصرية ولكن داخل أكثر من بورصة على حسب يعني القيد وعلى حسب التعاونات ما بين البورصات.
على فكره في بورصات، يعني هي البورصه الروسيه كان بقى لها فتره من الزمن خارجه بره تقييم البورصات بسبب العقوبات الاقتصاديه المفروضه من امريكا، ولكن في الفتره القادمه هيبقى في نوع من التعاون ونوع من تخفيف القيود، فممكن يعني يتم بسهوله هذا الاجراء. شفنا احنا العديد من الدول العربيه عامله قيود مزدوجه ما بينها وما بين دول في مجلس التعاون الخليجي، فهيبقى الفكره مش بعيده عن التنفيذ، وهي فكره تعتبر من الافكار اللي بتجذب استثمارات جديده وبتساعد على تدفق الاستثمارات داخل وفي الخارج، ومش هنخاف الفتره القادمه من خروج استثمارات للخارج لان هيبقى قدامها استثمارات تتدفق اكثر الى الداخل، فيبقى في توازن في حركه تدفق الاستثمارات. تمام. يعني هناك اصوات في الحقيقه بتتعالى فيما يتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه وحتى متناهيه الصغر، واهتمام الدوله بهذه المشروعات، يعني خصوصا ان في دول كثيره جدا زي الصين تعتمد اعتمادها الاساسي كان على المشروعات الصغيره والمتوسطه، هناك بورصه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في تقدير حضرتك في الفترة المقبلة إن شاء الله وبناء على المجهودات السابقة، كيف تهتم الدولة بهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتوسع فيها خصوصا فيما يتعلق بالأوراق المالية؟ طبعا مصر اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن وجود كيان اقتصادي بيساعد هذه المشروعات على الدخول والخروج إلى حيز النور. طبعا احنا عندنا بورصة اسمها بورصة النيل، تم تطوير العديد من الإجراءات فيها بوجود شركات تؤهل هذه الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر للدخول للقيد في البورصة، بتسهل لهم إجراءات القيد والإفصاح والشفافية، بتسهل لهم إنهم يعرفوا عدد المؤسسين قد إيه، رأس المال المطلوب قد ايه، بتساعدهم لما بيكون عندهم عوائق في قدرة القيد في فترة زمنية محددة، وبتساعدهم كمان في انهم يجدوا سوق للتداول، وبتروج لهذه الاسهم لتداول داخل وخارج البورصة. طبعا الشركات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر تعتبر من دواعم الاقتصاديات العملاقة زي ما حضرتك ذكرت، زي اقتصاديات الصين وكوريا واليابان وفرنسا وامريكا، لان الاكثر في النمو هي هذه الشركات، لانها بتبقى خاضعة للقانون وعليها رقابة وفيها حوكمة، ولكن فيها مرونة أكبر من حيث رأس المال، من حيث عدد العمالة، فبتقدر كمان إن هي بتحصل على تميزات ضريبية وإعفاءات بتساعدها على التواجد في الساحة الاقتصادية بطريقة أكبر، حتى إنه يعتبر الشركات اللي هي ستارت أب أو الشركات الناشئة من الشركات اللي بتهتم بها اقتصاديات زي الولايات المتحدة الأمريكية، بتفرض لها تداول في بورصة خاصة بها لأنها شايفة إن هي بيبقى عليها إقبال من قبل المتعاملين، لأن هم شايفين إن فرص النمو فيها أعلى، بيبقوا فاهمين الأسهم وتحركاتها بطريقة أوضح وبطريقة أكثر سلاسة وسهولة. عندنا برضو في نفس المجهود ده مبذول، ولكن محتاج تطوير أكثر، محتاج تشجيع أكثر من قبل الدولة على قيد هذه الشركات في البورصة والتحول، زي ما عملت المملكة العربية السعودية، عندها فترة للتحول أن كل الشركات الفردية والشركات العائلية تبقى مقيدة في البورصة حتى في نهاية عام 2026 عشان تدعم الاقتصاد السعودي وتدعم نموه، لأن دايما بنقول أن إزاي هيكون البورصة مراية الاقتصاد، الاقتصاد مراية البورصة إلا لما تمثل كل الأنشطة داخل السوق الأوراق المالية، وده الاتجاه اللي بإذن الله تتجه إليه مصر الفترة القادمة. تمام. في الفترة الأخيرة اتجهت مصر إلى إجراءات في الحقيقة جديدة على الاقتصاد المصري، زي إنشاء مثلا بورصة السلع، وأصبح القمح وبرضو سلع أخرى والذرة واللي هي قابلة للتلف، قريبا الذهب إن شاء الله هيخش البورصة. في تقدير حضرتك كيف يعني تأثير هذا الأمر على الاقتصاد المصري، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف الضغط من فيما يتعلق بالعملة الأجنبية؟ تمام. طبعا البورصة السلعية بتعمل نوع من التوازن في السعر، وبتدي كمان الفرصة الاستثمارية المتواجدة داخل يعني السوق المعين بالسلعة. طبعا احنا ابتدينا بالسلع الغير قابلة للتلف، ثم سنتطور الى العديد من السلع، وزي ما حضرتك ذكرت فيه هيبقى فيه معادن زي الذهب والنحاس والحديد وما الى ذلك، ومش بالضرورة يكون انت عندك هذا المعدن عشان خاطر تتم التداول بيه في البورصة السلعية، ممكن تكون انت ما عندكش وتبقى عليك العقود الأجلة
متواجدة داخل البورصة لأن عليها مثلا نوع من الاهتمام من قبل المتعاملين المصريين أو المتعاملين في مختلف الدول، ودي خطوة تعتبر هتنمي كمان سبل الاستثمار وهتنوع من مصادر الاستثمار بالنسبة للمتعامل، لأن مش كل الأذواق زي بعضها. يعني في ناس تقولك أنا أستثمر في المعادن النفيسة، في ناس تقولك أنا أستثمر في العقود الأجلة الخاصة بالنفط، في ناس تستثمر في الذهب، في ناس تستثمر في الأوراق المالية، في ناس تستثمر في أدوات الدين وفي سندات والعطاءات أذون الخزانة. فده لما تتوافر لديك كل بدائل الاستثمار تبقى أنت كده حققت المعادلة الصعبة أن أنت ترضي جميع الأذواق، فيبقى عندك اهتمام استثماري من قبل المتعامل، ما يروحش يدور على سوق خارجي يستثمر فيه وتبقى معرض إلى خروج استثمارات إلى الخارج. وكمان بتجذب استثمارات عن طريق الحديث من هؤلاء المستثمرين على المكاسب اللي يقدروا يحققوها، على الحوكمة الجيدة للتعلق بهذا النشاط، فبيقدر كمان تعمل ترويج لهذه البورصة السلعية في الخارج. والحمد لله احنا نجحنا في التداول على القمح وعمل استقرار في سعر القمح والتوريد وفي التصدير، وعمل كمان القدرة على انك تعرف الاماكن المتواجدة فيها شح والاماكن اللي موجود فيها وفرة، فبتعمل اتزان في السوق وبتقدر كمان تخفض من قيمة اللي بتستورده من الخارج، فبتقدر تعمل انتعاشة للموازنة العامة للدولة بخفض الواردات من الخارج. تمام. هناك أيضا قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، وده باب مفتوح للقطاع الخاص للمشاركة، وأيضا القطاع الخاص بيشمل القطاع الخاص الوطني وأيضا القطاع الخاص الأجنبي. كيف يسهم هذا الأمر في يعني أولا تخفيف الضغط فيما يتعلق بالمديونية الخارجية والعملة الصعبة، وأيضا نمو القطاع الخاص، لان دايما القطاع الخاص يعاني من سيطرة الدولة في فترة من الفترات. تمام. يعني كيف يسهم هذا القانون في حل هذه المشكلة؟ طبعا هو بيحدد طبيعة التعامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بيدي إتاحة أكثر للقطاع الخاص. كنت في فترة من الفترات بيحصل القطاع الخاص على يعني عقود من الباطن من القطاع العام، وكانت في بعض الأحيان بيختلف زمن التسليم وكان جودة التسليم، وعشان كده لجأت الدولة في فترة من الفترات لعدم الاستعانة بالقطاع الخاص في العديد من الملفات. ولكن في ملفات الطاقة والبنية التحتية ثبت يعني جودة ويعني تحسن في أداء العديد من الشركات القطاع الخاص، ابتدت تنافس بقوة وتفرض نفسها على الساحة الاقتصادية في التعاون مع الدولة، وابتدت الدولة طبعا تنصاغ لهذا التنافس، وابتدت أن هي تتيح لها فرصة أكبر للدخول في العديد من المشروعات. وشفنا يعني حالك لما تلف في مصر تلاقي في شركات قطاع خاص كتيرة جدا داخلة في العديد من المشروعات اللي كانت في فترة من الفترات نقول الدولة بس هي اللي تقوم بها. ده طبعا بيحسن من مناخ الاستثمار، بيدي وجهة نظر إيجابية على التعاون ما بين القطاعات المختلفة في الدولة، بيتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص ليام ويكمل مسيرة العطاء الاقتصادي، وبتشجع كمان اللي كان بيقول إن لا ما فيش فرص إن في توفر فرص، وبتدي الفرص دي تعلن من قبل الدولة عن طريق عطاءات بتمارس عن طريق جهات حكومية وعن طريق شركات الخدمة الوطنية للدخول في مجال هذا التعاون الاقتصادي اللي هيكون له أثر إيجابي طبعا على سرعة الأداء وعلى الجودة وعلى يعني عدالة المنافسة ما بين القطاعين. تمام. طيب يعني هو طبعا البرامج لها هدف أساسي يعني طرح الأفكار، وهي تعتبر نوع من الحوار المجتمعي، يعني إن شاء الله يكون رأي يصل إلى صاحب القرار. وحضرتك طبعا عندك خبرة كبيرة فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية، لو احنا حبينا نفكر أو ندي أفكار لي أو اقتراحات لصاحب القرار فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد المصري من خلال البورصة وغيرها من أشكال التمويل وجذب الاستثمارات، هتقولي إيه يعني؟ أهم حاجة في البورصة المصرية لابد الانفتاح على البورصات الخليجية اللي حققت طفرات قوية جدا في العديد من القطاعات. تمام. ده أهم حاجة. تاني أهم حاجة لازم تمثل كل الشركات القوية المتواجدة في الاقتصاد داخل البورصة المصرية، زي شركات الكهرباء، شركات المقاولات، شركات التجارة، شركات الصناعة، تبقى كلها تمثل في البورصة، ولازم يتحط وقت زمني لدخول هذه الشركات داخل البورصة. ولازم كمان أتيح الفرصة للحاجة اسمها الاكتتاب العام، ما يبقاش كل
التعاونات ما بيني وما بين المستثمرين في خلال طروحات خاصة أو طروحات استراتيجية، لأن أنا كده بحرم المتعامل المصري أو المستثمر المصري من فرص أن هو يقدر يشتري ويتملك في العديد من الشركات ويكون شريك للدولة في نجاحتها. ولازم كمان يبقى فيه قيد مزدوج ما بين الشركات الناجحة ما بين مصر والدول الخليجية وكمان العديد من الدول الأوروبية والأمريكية لضمان اتساع السوق. ولازم كمان أهتم بثقافة البورصة، وأنا واحدة من الناس المهتمية جدا بقطاع التدريب فيما يتعلق بأسواق المال، وكان ليا باعة في التعاون مع العديد من المدارس. أنا ابتدي من أول إعدادي وبستمر لغاية لما يكون المتداول عنده 70 سنة، يعني ما عنديش أي مشاكل أنا أفهمه. 70 سنة مشكلة عموما إن شاء الله. دي ثقافة التداول تبقى مهمة جدا عشان تسري الحياة الاقتصادية وتسري كمان تداولات البورصة، لأن كل ما بتعمل اتساع وعمق في السوق ده بيبقى له مردود إيجابي على الناتج القومي الإجمالي وعلى تواجد البورصة ضمن البورصات العالمية اللي بتحقق أعلى أرباح وأعلى مكاسب. إن شاء الله عموما نتمنى بإذن الله تعالى أن يحمل المستقبل الخير دائما لمصر. لكن انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من مساحة للرأي. في الختام أشكر ضيفتي في الاستوديو الأستاذة حنان رمسيس تدرس عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية والخبيرة الاقتصادية. نشكر لحضرتك تشريفك. أشكرك جدا. أعزائي المشاهدين وفي ختام هذه الحلقة لكم تحياتي وتحيات زملائي خلف الكاميرات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.